جاب يلعب التمريرة، كرة في الأمام، الأطراف مصدر الخطورة، وهوبا في الجول. غريزمان يدون أولى الأهداف، والضمان دوما بأهداف غريزمان، والضمان والأمان دوما بأهداف غريزمان. تمريرة أمامية وبعد ذلك الكرة العرضية والأتلتي، وين كرة تعانق الشباك وتعلن عن أولى الأهداف عن طريق غريزمان. وقلنا يا جماعة، قلنا كلما لمس الكرة لامست الخطورة مرمى موزليرا، وهذا ما حدث تحديدا، يضعها بلمسة جميلة، لمسة فن عن طريق لاعب في أقدامه كل الفن، ودوما ما رسم الابتسامة على دياغو سيميوني أو على جماهير الأتلتي الحاضر أمامك. أزمن اللاعب قدم بريشة فنان لا يرسم الأهداف بل ماسك ريشته ويرسم أبدع وأروع اللوحات الفنية، ولكن بأقدامه لا بريشته. خلص تعود مباشرة لصالح الأتلتي، الكرة العرضية داخل منطقة الجزاء، ورأسية وهبة، والثنائية للأتلتي، والثنائية للأتلتي. وما كملنا الكلام عن ديوغو غودين، فرد علينا بهدف، وما أجمل من هدف ديوغو غودين، يضيف الثنائية برأسية تبعها غريزمان، وهدف ثاني، وبرضو الضمان والأمان عن طريق غريزمان. ما كم من الحديث أن ديوغو غودين أحد أفضل اللاعبين على مستوى العالم لعبا للكرات الرأسية، وكأنه سامعنا وقال لي هاك هذا الرد يا معلق على حديثك، على حديثك. فيأتي الهدف الأول وثاني الأفراح للحاضر أمامنا دياغو سيميوني، وصرخة الفرح تتكرر لدياغو سيميوني، بينما هناك لا صرخة بل صمت يهيمن على مدرجات ملعب علي زاميان. ثاني المحاولات وفي المرمى يا غريزمان.